لا صار هذا خلاص بالنسبه لي واش الدراري السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده كيف وعدتكم الدراري وقريت بزاف ديال لي كومونتير قالوا لي الناس سير لشي رحبه وجيت عند واحد السيد الله يعمرها دار عنده سلعه زوينه وغيورينا دابا الاثمنه ديال الحواله من الكبير حتى للصغير الدراري وهذا الشيء كامل غير على ودكم لحقاش قلتوا لي دير لينا فيديو ديال الحولي وهذا الشيء اللي كاين اش من مرقد ولاد عمران ولاد عمران حوالة زوينين تبارك الله ما شاء الله والعلف زوين العلف زين اش كتوكلهم؟ المنظر والنخالة والشعير المنظر والنخالة والشعير والدرا 42 42 ها انتم الخوت قداش هذا ولكن حولي زوين بالنسبه للدرويش راه يعيد ماشي هو ياك حتى بالنسبه للدرويش راه يعيد يعيد علاش كيوقف معايا حتى ديك النهار كان ب 52 54 ياك شي وقت كاع باقي ما كاينش الغلا وكيقول 54 وهذوك 42 راه يعيد اللي عدو يعيد وما عدوش يعيد وهذا ثاني بالنسبه لهذا ب 54 هذا ب 54 هذا ب 54 مولف هذا ب 74 كيقول لك الناس ما يعيدش علاش ما يعيدش ب 74 راه ب 54 تبارك الله كلشي يعيد هذا قلت لي شحال 54 54 الخوت كيف سمعتو تبارك الله ما شاء الله زوين وهاد الشاب الثمن هذا والله ما سمعتو في السوق اثمنه مناسب اخويا سوفي هاد الثمن هذا ما سمعتوش في السوق اثمنه مناسب اخويا ياك اثمنه داري بالناس وعاد هذا الدرويش انا ديما كنهضر ديما انا كنهضر على الدرويش فين هو ديال الدرويش غنجيبو هذا مثلا هذا الخوت نجرو لكم هنا اللي بغى يعيد مثلا هذا شحال داير هذا 26 خويا 26 تبارك الله ما شاء الله كيف كتشوف هذا دابا عند الدرويش خويا سوفي ياك هذا ديال الدرويش هذا اللهم بارك تبارك الله هذا قلتي لي 26 تبارك الله هذا ب 26 الخوت شوف كيدير هذا شكيبو دابا الدرويش وفيه الزويدات هذا راه الصور بين كنقولوا فيه ولكن بالنسبه للدرويش ياك كيقول الناس اللي عايش الدرويش يعيد علاش ما يعيش الدرويش ضروري غير يعيد اللي ما عنده يعيد واللي ما عندوش يعيد اللي عنده يعيد داك الشيء اللي كاين والله باقي الخير الدراري كيف كتشوفوا راه الزريبه راه عامره تبارك الله ما شاء الله غنجبدوا دابا اكبر حولي هنا راه كبير كبير صوفي تبارك الله عندك راه ما نخافش انا ولد البهيم انا ولد البهيم ها هو تبارك الله او اكبر حولي 64 صوفي اكبر حولي ياك هذا ب 64 تبارك الله غنجرو هنايا زيد زيد يبقى شي حاجه خلي كومونتير خويا سفيان راه صافي مرحبا ضروري غنخلو لهم النمره ديالك صافي النمره ديالي مرحبا وانت راك داير كمال مناسب تبارك الله نخرجوها بزاف زيد زيد ما خرجتوها شويه سير خويا زيد اللهم بارك اللهم بارك الدراري تبارك الله مليح تبارك الله ما شاء الله الخوت تبارك الله سمي ولاه تبارك الله ما شاء الله شحال هذا شحال هذا اللي كيقول 84 حنا بالنسبه للدواش 64 هذا ب 64 مخفضين في الثمن خويا سوفي تبارك الله ما شاء الله الخوت الخوت واش كنحلم انا والله حتى مشيت للسوق لقيت شي اثمنه خياليه بزاف ما تصوروش تبارك الله ما شاء الله مليح خي سي حولي المستوى تبارك الله رباعي هذا الخوت 64 ثمن مناسب خي سي تبارك الله تا شوف شو الخير تبارك الله 64 غنطلقوه صافي شوف شوف سير ربحنا منهم خي سي واحد واحد كبير ما ب 64 هادو اللي مرشومين الخوت راه ما بيوعين واللي ما مرشومينش راه باقيين على الله مرحبا لي صراحه مرحبا صراحه كاين الحواله زوينين بزاف ممكن تخلي النمره باش بالنسبه لي بغيجي عندك شي واحد 06 51 07 51 72 في الاخر عاودها 06 51 72 51 بلا تسمح لي 06 51 07 51 72 في الاخر مرحبا لي بغيت شي حاجه مرحبا خلكم نضيف شي حاجه الخوت 30000 شحال هذا 30 تبارك الله هذا ب 30000 الخوت والله الا الدرويش غيعيد عند هذا السيد صراحه صدمني انا وحواله في المستوى وانا مشيت الرحبه ديال حد السوالم ولقيت الثمن طالع بزاف هذا مرخص ثمن مناسب في المستوى وحولي تا هو تبارك الله
هذا ب 30000 الخوش والسريدي. السريدي مليح. السريدي مليح سنان الحليب. مرحبا خيس بارك الله ما شاء الله. طيب يا والدراري راه ديما ضروري كيجيو يشوفوا الحواله هكذا ضروري الدراري مبروك العيد. هذا هو العيد ديال الدراري الصغار صراحه. خويا معاذ خويا سفيان شحال هذا تباع؟ هذا دابا هذا داه مولاه اللي مرسوم هنايا شحال تباع؟ 74 خي سفيان 74 تبارك الله ما شاء الله مدكوك تبارك الله ب 74 الخوت يقول لي ما بالك كيو الدروش ما يعيطش يلاه شويه 5000 درهم خاصنا نشدو فيه لا تبارك الله ما شاء الله هذا في الثمن ديالو في السوق 5000 درهم والله الا 5000 درهم كاين شي شي خويا صراحه اثمنه مناسبه الخوت. المهم اللي بغى البلاصه راه مدينه الرحمه الخوت وهضروا مع السيد في النمره راه غادي يتعامل معاكم جيو عنده مرحبا بكم وعندو حتى الحوالات الصغيوين هاد بالنسبه للدروش راه كاين 26 27 شحال هذا شحال هذاك فيه 26 26 تبارك الله ما شاء الله هانتوما كيف تشوفوا 26 حاولي تبارك الله في المستوى دراري هذا 40 وهذا هذا اللي حدانا جا حدانا هذا ها هذا حيد حيد خليهم يشوفوا هذا هذاك فيه 31 خي سفيان 31 تبارك الله ما شاء الله هانتوما الخوت سريدي سنان الحليب شي حاجه زوينه تبارك الله وضروري الخوت عرضوا علينا الكيكه ديال الاتاي حيت ضربنا الطريق باش جينا عندهم بسم الله الكيكه سانك سانك هذا التبن هذا دراري كي جاكم العيش لا 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 شريتي الحولي لا جاي انت شريتي الحولي انت شاري بالعربية شاري بالعربية تبارك الله ما شاء الله الدراري هذه هما الاجواء مني كيحل وهما عنده هنايا حتى كيسد ما كتمشيوش للدار لا انا ما نمشي ما كتمشيش كتبقى جالسه لا تسلي كيجيبها وما كيجري عليكم ما والو لا لا راه داير معكم مزيان بعدا مزيان هذه هي الاجواء ديال العيد الخوت كتلقى دراري صغار كيجيو كيشوفوا الحواله كيستمتعوا ومرحبا بكم عند المجوج بست العيالات ومرحبا بكم عند ومرحبا بكم الخوت عند معاد مرحبا عند معاد مرحبا بكم من سيدي بنور مرحبا بكم اثمنه مناسبه بالنسبه للدرويش اللي بغى يعيط راه كاينين حواله صغار وفي المستوى الدراري وهذا الشيء اللي كاين اللي عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب لايك وتخلي شي كومونتير وتبارطاجي مع صحابك ونتلاقاو في الفيديو الجاي ومغامره جديده وتجربه جديده تحيات Thank you.